افتتح مهرجان البندقية السينمائي فعالياته بعرض فيلم بيردمان للمخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إناريتو. وشارك في بطولة بيردمان النجوم إدوارد نورتون وإيما ستون وناومي واتس. وتدور قصة الفيلم حول ممثل فقد شهرته ويحاول العودة مجددا للأضواء عن طريق المشاركة في مسرحية في برودواي. وقبل الفيلم باستحسان كبير لدى عرضه على وسائل الإعلام قبل عرضه الافتتاحي في المهرجان. النسخة 71 للمهرجان ستركز على معالجات أدبية وتراجيديا الحروب وروايات الحب الضائع والقرى النائية والكوميديا السوداء. كما تحاول النسخة الإجابة عن تساؤلات وجودية وأزمة اقتصادية أيضا. Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Birdman 4.